أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن أعمال التخريب كانت منسقة بشكل واضح بعدما كانت الشركة أعلنت تعرضها ليلة الخميس الجمعة لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة. الشركة قالت إن كيبلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق وإن أعمال التخريب طالت الفراكم. إذن طالت 800 ألف راكب.